كثير منا بيسمعوا بسلامة الغذاء ولكن ما بيعرفوا معناها أو أهميتها بحياتنا اليومية وتأثيرها على حياتنا الصحية. فمن المزعج التفكير أنه الطعام أو المشروبات يلي منتناولها للمحافظة على صحتنا ممكن تسبب لنا المرض والتسمم. لحسن الحظ هناك الكثير من الخطوات يلي ممكن اتباعها بالمنزل والمعامل أو المطابخ لحماية المستهلك وعائلته. ضمان سلامة الغذاء مباشرة على الهواء من عيون بيروت مع اختصاصية التغذية جوال فرحة ضمن الغذاء الزكي. جوال اهلا وسهلا فيك. ثانك يو تمار، اهلا فيك. يعني انا كثير حبيت الفكره اليوم كيف ما عم نحكي عن الاشياء الكليشيه مثل ما بيقولوا بالتغذيه، عم نحكي عن الاهم يلي هو كيف نحافظ يمكن على او كيف ننتبه لنظافتنا الشخصيه بدايه، او عم نحكي يمكن عن الشيف، عن ربه المنزل، عن الشخص اللي راح يطبخ، وعن كل شيء، كل المطابخ يلي ممكن انه نحن ناكل فيها. صح مزبوط تمام. يعني هي النيوتريشن لها عدة أسبيات، لها عدة نواحي، بس قسم اللي بيتعلق بسلامة الغذاء هو الأهم، لأنه بالنهاية هو بيصير مثل حلقة مقفلة. يعني إذا نحن ما اهتمينا بالأكل، الأكل رح يصير فيه جراثيم، هلا جراثيم رح تتكاثر، نتناولها بنمرض نحن، وبتصير بتصير السيركل المقفل. السيركل يلي عم نحكي عنه. صح، وكثير مهمة هيدا الشيء. هلا مثل ما قلتي على النظافة، أكيد يعني نحن مبدا النظافه كثير مهم، ومنبلش بيبلش الانسان بذاته يعني، وهيدا الشيء خاصه بيتطبق على المطابخ. يعني النظافه الشخصيه تبع الامبلويز العمال او تبع ست البيت اللي عم تحضر الطبخه لعائلتها، هي البيوت تبعها هدفها انه تامن طعام امن وصحي. اكيد حتى نامن نحن هيدا الشيء، نحن بحاجه انه يكون عندنا نظافه شخصيه. المفروض نبلش بحالنا. اكيد يعني. اكيد، وهيدا الشيء اللي هو بيامن لنا غذاء صحي وامن. طيب اذا بدنا نحكي عن الاشياء ستيب باي ستيب جويل ونبلش فينا. طبعا من المعروف انه مفروض نغسل او نصوبن ايدينا. أكيد. قبل ما نبلش. أكيد. بالطبخ. هلا غسيل الايدين بدنا، انا هيدي كثير بحب فصلها وركز عليها، مش المهم انه نغسل ايدينا بمي بارده وخلص خلصنا. في كثير ناس بنشوفهم قدامنا، وانا كخبيره وبدقق على المطابخ بكذا ريستورنت وعده مطابخ، بنشوف كوارث. يعني بتشوفي مثلا غسل ايديك قدامي تشوفي مزبوط هو كيف بيكون عم يغسل، بيغسل ايديه بالمي وشويه صابون وخلصت. رح نفسر اكثر للمشاهدين انه عمليه غسل الايدين هي بتصير اول شيء المي لازم تكون فاتره. اوكي. نفتح المي من بل ايدينا بالاول، بيرجع بنحط الصابون، واحلى انه يكون صابون يعني انتي بكتيريال. نعم. بنحط على ايدينا لمده 15 ثانيه، بدنا نفرك الايدين بس بالطريقه التاليه، يعني مش بس هيك، بدنا نفرك ايدينا، وجه الايدين بده ينفرك، بين الاصابع بده ينفرك، الضفير من يعني على طرف الضفير ومن جوا كمان لمده 15 ثانيه، ومنوصل لهيدي البارتي من الايد. اوكي. دونك بنغسل ايدينا، بيرجع بدنا نشطف الايدين، اكيد نشيل المي عنهم، نرجع بكلينكس جاف ببابيي محارم جافه ننشف الايدين. وهيدي كثير مهمه لانه الناس والستات بالبيوت بحطوا شقف، الشقف هي اذا كانت رطبه ورح تصير خلال النهار رطبه، هذا الشيء رح يامن للجراثيم الانتوراج او الكونديشنز يعني الشروط المناسبه لتتكاثر الجراثيم. بننقل يعني بين كل مره بننشف ايدينا فيها لهالمنشفه. هو هذا غلط. صح، لازم بمناشف بمحارم جافه. أوكي. من بالمحرمة بنسكر الحنفيه وبنطلع، بتكون خلص. فينا نستعمل السانيتايزر المعقم حتى نكون عم نقضي على الجراثيم. يعني انا اكيد انه ما حدا عم يغسل. لا بس انه بدنا وقت غسيل للايدين قد ايه، بس انه ايه معك حق، بتعرفي يمكن ما حدا بيخطر على باله انه يصوبن هيك. مزبوط. بين مزبوط. بس طبعا الاهم مفروض نحط الكفوف للطبخ يعني، مش هو أحسن. مزبوط، بس هلا في ستاديز جديد عم بيقولوا، دراسات اثبتوا انه يعني بنسميهم نحن السنجل يوز جلوفز،
زيت الاستعمال الواحد يعني بنستعمله مره وبنكبهم. الناس عم يستعملون خلال كل عمليه تحضير الطعام، هيدا شيء غلط لانه عم بيصير في عندنا كروس كونتامينيشن يعني انتقال للجراثيم من الاطعمه النيه للاطعمه المحضره. يعني رح اعطيكي مثلا، نفترض عم بتقطعي الدجاج مثلا، رجعتي بنفس الجلوفز استعملتي غسلتي الخيار اللي هي رح تاكليها نيه مثل ما هي. مزبوط. دونك انت شجعتي انتقال الجراثيم من الدجاج اللي هو ني واللي رح يتعرض للحراره للخيار اللي رح تاكليه مثل ما هو اللي اوريدي مغسل ومعقم. بتعرفي وخاصه انه بس نكون لابسين نحن كفوف ما بنصوب ايدينا يعني. صح. بينما اذا مش لابسين كفوف يمكن كل شغله بنعملها بدنا نرجع نصوب ايدينا و15 ثانيه مثل ما قلتي. مزبوط. ما هن شيء بالنسبه للامانه يلي عم نحكي عنها. وفي شغله بس تمار هيك كمان بحب ضيفها، انه غسيل الايدين في له اوقات معينه، يعني مثلا نحن لازم نغسل ايدينا بعد ما نعطس، لازم نغسل ايدينا بعد ما نحط ايدنا على شعرنا، لازم نغسل ايدينا بس ندخن، من بعد ما ندخن اذا بدنا نجي نتعامل مع الطعام، بدك تغسلي ايديك مثلا يغسل شخص ايديه بعد ما يفوت على التواليت ويطلع، دونك في عده مراحل اذا فتحنا البوبال يعني يعني خلاصة يعني الكلام صح. إذا بدك فينا نغسل إيدينا قبل ما نبلش بتحضير الطعام بتحضير الطعام وبالأكل يعني حتى نحن وقاعدين على الطاولة. فيصل من الرياض مرحبا. مرحبا. يا هلا فيك فيصل، تفضل. يا أهلا وسهلا. والله يعني خذيت غطة نعسة شوي قبل لا أطلع الهواء. شو صار قبل ما تطلع على الهواء؟ خذيت غطة نعسة شوية. والله؟ ولا بدك ما تواخذنا، بنعتذر منك عن جد. لا لا بالعكس، لا لا بالعكس، بس بنستاهل نحن النطرة. لا اكيد اكيد. تسألون تفضل، شو سؤالك لجوال؟ انا عندي عادة، يعني انا عادة صراحة خايف انها تفوتني في الحيط يعني. اللي هي الكافية الخفيفة، هذه الكافية الخفيفة، اخف انواع الكافيات اللي هي الامريكان كوفي تقريبا. طبعا كوب كبير اكيد انه راح يكون متوسط او كبير، فبلش فيه يومي وبعده اكيد في سيجاره يعني على الخفيف، فبخش في حاله عدم شهوه تقريبا لمده ساعتين. فشو هالحل يعني؟ لو نحصل حل، لانه بتحصل انه ما اشتهي حاجه، فهمتي كيف؟ اوكي يا فيصل. فما ادري شو الحل. اوكي يا فيصل، يعني بيبتدي نهارك على الريق بقهوه وسيجاره وبدك ساعتين لحتى ترجع تقدر تاكل. بالضبط. اوكي جوال، رح تجاوبك يا فيصل، بشكرك على الاتصال، سمعنا تحت الهواء. بخصوص فنجان القهوه، يعني انا اكيد ما بحبز انه تتاخذ القهوه على الريق، تفضل هون فيصل شرب كبيتين مي، مرق، يمكن قطعه فواكه صغيره، حصه تفاحه، حيلا شيء، بعد فترة نص ساعة قطع القهوة، ما في مشكل بالكمية اللي عم تشربها إذا عم تقلي خفيفة. قال مش بس عن الكمية، هو قال إنه الأمريكان كافي اللي هو يعني مفروض أخف كافي، ما في مشكل. بس جوال كتار بيوعوا ما فيهم يحطوا شيء بتمهم، ما فيهم يبلشوا نهارهم يعني. حتى ولو هيك نحن بحاجة إنه نقطع شيء قبل، يعني حتى وي كان ميكست يعني بين الحليب والكافي مع بعض، بيكون كمان احسن من انه ناخذ الكافي لحالها. يعني هون عم نحكي سوائل حتى، ما ضروري ناخذ شيء. صح مزبوط. صح. اوكي. وكبيت المي، كبيت المي اساسيه، يعني دائما عندنا كبيتين مي قبل بنص ساعه من حيلا شيء بدنا نفوتها على معدتنا، اساسيه كبيتين المي الصبح على الريق. اوكي، بس واجمالا القهوه مع الدخان اساسا ما بيقطعوا القبليه؟ هن بيقطعوا القبليه، بس انه شيء منه صحي، لانه على المدى البعيد انت عم تخس يعني منك عم بتدخلك نوعيه اكل جيده على الجسم، عم بيقطعوا قبليتك، بس مش هيدا الشيء المضبوط. فيك تاكلي صح وتاكلي، اذا الهدف انه تضعف او يضعف الشخص منه بحاجه انه يشرب قهوه ويدخن لحتى يضعف. في عادات غذائيه منيحه في يكتسبها، وفي بالعكس يعني الدخان مضر. يعني قد ايه نحن بالنظام الغذائي بنشجع انه اعتمدوا، يعني اعتمدوا الاساليب الصحيه، اعملوا رياضه، كلوا صحي، الخضره وال يعني دخلوا على جسمكم قد ما فيكم انتي اوكسيدنتس من الفواكه، من الخضار، من نوعيه الاكل الصحيه المنيحه، بس نجي ندخن كانه شلنا كل هالمنافع وضر، يعني ما كانه استفدنا. يعني حتى الكافي جوال بالنهاية أنه كافيين يعني، وكمان أنتم ما بتحبزوا هيدا الشيء يعني، إن كان بالمشروبات الغازية أو إيه، بس على بكرة الصبح على الريق يمكن كمان. أنا صراحة لا، ما بشجع أنه تكون على الريق. يعني بدك تعمل جهد، بدك تتعب على حالك لحتى شوي تزبط رجلج وقتك، قوم تروق شوي ويرجع ياخد فنجان القهوة. طيب خلينا نرجع لموضوعنا جوال، ونقول هون بلشنا بحالنا مش الحال، بدنا ننتقل للمطبخ. شو هي الاشياء الاساسيه اللي مفروض نكون محضرينها او ننتبه لها لحتى ما يعني ننقل
الجراثيم من اشياء لاشياء ثانيه. هلا بقصه المطبخ تمار يعني في كذا شغله بدها تتاخذ بعين الاعتبار. بس نقول مطبخ جوال، بنحكي مطبخ مطاعم، مطبخ بيت، مطلق مطبخ، مطلق مطبخ بس مستشفى، اكيد مستشفى كله يعني كله مطبخ وزيته، كله هو زيته، بس اكيد مطبخ المستشفيات والمطاعم مجهز اكثر، دونك بصير بدك تكوني حريصه ودقيقه اكثر على على المعدات الموجوده، يعني الاوفنز اللي موجودين بالمطاعم مش مثل الفرن اللي موجود عندنا بالبيت. او صح. عرفتي يعني التعدد بالماشينات، مثلا ما كانت فرم اللحمه ما بتكون عندنا، بنجيبها مفرومه من عند اللحام خالصه. دونك لما المطبخ عم تكبر المساحه وعم يكتروا المعدات اللي فيه ويكتروا الموظفين اللي فيه، يعني كثره الطباخين بتنزل عم يكتر الريسك بالنهايه طبعا. دونك بده يكون في اكثر كنترول، مراقبه شديده اكثر، بس هذا الشيء بينعمل من خلال تشيك ليست، يعني بتحضرهم الكواليتي كنترول مانجر على المطابخ، الشخص المخول انه يراقب. شو هن؟ اللي هن اول شيء مثلا رح نحكي نحن على الانترنس تبع المطبخ، فوته المطبخ بده يكون في شبك تنمنع دخول الحشرات، نمنع دخول الصراصير، الجرادين، عم نحكي هون بمطاعم باوتيلات. بالبيت اكيد بده يكون في شبك، يعني حتى بالبيت اللي طبيعة. فيه يمكن جنينه او شيء. صح مزبوط، لازم كمان يكون في عندنا شبك. البواب بدهم يكونوا بيتسكروا مزبوطين، يعني ما لازم يكون، اول شيء نحن ضد الخشب لانه الخشب هو سبب اضافي لحتى تيصير في حشرات وزواحف وهول القصص بالمطبخ. دونك نحن ضد هول القصص. بدنا نركز اكثر على الاسطح تكون يعني المجلى وهول كله يكون نظيف. بده يتنظف بطريقه مضبوطه، يعني عمليه التنظيف مع التعقيم من وراء كل عمليه تحضير اكل. الزوايا تبع المطبخ بده يكونوا مش 90 ديجريز لانه بحشوا غبره، بده يكونوا يعني قبط يكونوا كيرفت. حلو كثير. هلا البيوت القديمه مفروض يربوا اوكي بقى. بنحكي كمان عن تنظيف الافران، تنظيف المعدات قبل كل يعني بعد ما نخلص من عمليه تحضير الطعام لازم يتنظفوا ويتعقموا بطريقه مضبوطه، مش بنهار مره. اذا عم نحكي عن الفرن هلا المجلى لا اوكي أكيد. بس انه لا لا اكيد، بس هو بينعمل مثل جدول، يعني مثلا ليتس سي الهود مش كل يوم بتنعمل، بتنعمل وانس بير ويك، مره مزبوط. بالاسبوع مزبوط. بينما الغاز اذا تم استعماله والثانيه ليتس سي اكيد لازم ينعمل دغري من بعد الاستعمال. وبيكون في عده قصص لازم نركز عليهم، يعني بتركزي على السوب ديسبنسر، الصابون انه ينوجد على المغسله، انه ينوجد المعقم حده اللي هيدي كمان باغلبيه البيوت ما بتكون موجوده. دونك كثير مهمه، ومهم انه ينحط مثل جايد لاينز، يعني هي الطريقه اللي هلا شرحتها كيف كيفيه غسل الايدين كمان تتطبق، هي كثير مهمه. نظافة البرادات، يعني مش المهم بس هيدا موضوع البراد لحاله بده ديسكسيون، يعني اذا جبنا الخضره غلط انه نحط الخضره تمار بالبراد بالكيس اللي بنستلقي بنجيب فيه الخضره من عند الخضار، المفروض نغسل وننشف ونحطه صح ونرجع نحطها، وبحال ما بدنا نغسل بدها تتغلف بباكج جديد، يعني ترجع تنلف وتنحط بالبراد. بشو فينا نحطهم بكيس نايلون عادي ولا كلينك فيلم؟ كلينك فيلم او اوكي بينحطوا، وفينا حتى يعني الأزبط هو انه تتغسل وتنحط بشقفه وتنضب بالبراد، اكيد مش بورق الجرايد لانه هيدا اللي الناس ما بيعرفوها، ورقه الجريده بنمسكها بايدنا وبنكتب عليها اكثر شيء فيها يعني قد ما بدك فيها جراثيم. صح بس انه بيحطوا يمكن خضره التبوله، يعني كل شيء اخضر او بالاحرى بس مش حتى بس ستيل يعني لازم ينحط بالشقفه. صحيح كثير مهم انه البراد يكون فيري ويل فنتيليتد، يكون الهواء عم يبرم بطريقه مضبوطه بقلب البراد، يعني ما نكدس الغراض فوق بعض حتى نأمن انه درجه الحراره بالبراد مراقبه ومضبوطه، وكل ما نزيد لانه يمكن الفنتيليشن بتبطل مثل ما هي ببطل عم يتبرد، فبالتالي الدرجه بتعلى. كثير مهم كل شيء بينحط بالبراد يكون مغطى مضبوط، يعني عم تحطي لتسي توم وبيض، بدنا ننتبه انه التوم بده يكون مغطى، البيض مثلا بتكون بيرفوري يعني فيها يعني قادره انه تاخذ من ريحه التوم. صح مزبوط. دونك تنتزع كل شيء. بدنا نركز على ماده مش ماده طريقه فيرست ان فيرست اوت، يعني تمار كل شيء بفوت على البراق، كل شيء نحن بنجيبه اول شيء تاريخ صلاحيته بينتهي، اوكي بدنا نستهلكه قبل الشيء اللي بنشتريه من بعده. اوكي يعني عم نحكي طريقه استعمال مثلا مثل وقت اللي بننزل اللحمه او الدجاج من الثلاجه بنحطها تحت مفروض دغري نستعملها. بس هون اكثر انا عم بركز على المعلبات، يعني ليتس سي اشترينا علبه فول لنقول بتاريخ اليوم، أوكي. بعد جمعه اشترينا علبه فول بتاريخ
بعد جمعة. نعم. لازم نستعمل اللي اشتريناها أول شيء. أوكي. صح. أوكي. دونك هيك لنكون أكيدين إنه تاريخ انتهاء الصلاحية عم يتطبق، مش إنه الأساس، لأنه كل ما نأخر لاستعمال هول الأخبار كل ما يصير في أكثر ريسك إنه الجراثيم تكتر أو إذا قطعنا تاريخ الصلاحية. أكيد. أوكي. هي اذا اشتريناهم صالحين اساسا. ما في مشكله كمان كثير مهم هيدا كمان. المشكله فينا على فكره جوال، لانه نحن مش معودين بلبنان ندقق ونطلع. يعني صحيح. برا الشوبينج عندهم بياخذ وقت طويل. مزبوط. لانه بدك تدقق بكل ايتم بايتم وتشوفي مزبوط تاريخ الصلاحيه. مزبوط. المكونات اذا صحي ولا لا. شو نحن بس جوال بالنسبه لهم برا هيدا مشروع، نحن يعني انجا بيكون عندنا وقت ننزل نشري اغراضنا. بريك صغير ومنتابع حديثنا مع جوال، انطرونا. منعود ومنتابع حديثنا مع جوال فرحة. بس لحطكن بالأجواء يا ستات بيوت، أحسن لكم إذا كنتم مرتاحين ماديا تجيبوا حدا يطبخ لكم، لأنه كانت عم تخبرني جوال تحت الهواء أنه كمان مفروض ممنوع نكون حاطين حلق وخواتم وحتى فيرني وحتى ضفير اصطناعي. ضفير اصطناعي اثناء تحضير الطعام. ايه شو يعني كل يوم كل يوم بدنا يعني بالليل بنحطهم؟ لا لا بنحط قا بنلبس قا وخلص حليناها. ما حليتي لنا شيء. عم بتصعبي لنا اياها الماكسيموم. بس لا بالعكس عم نسهلها. لا طبعا ومفروض نعرف فيهم على كل حال. لو ما رح نمشي على يوم. جوال اذا بدنا نحكي عن الاطعمه القابله للفساد. وي هيدي الاطعمه تمار بنعني فيها كل شيء الالبان ومنتجات الالبان. اوكي. بنعني فيها كل شيء عندك لحوم اللحومات، يعني مثلا اللحمه المطبوخه والاطعمه المحضره باللحمه اللي فيها اللحمه. بنعني فيها البيض، بنعني فيها كل شيء يعني حتى مايونيز المايونيز اللي عندك. صحيح. البيض عندك انواع بعض الخضار والفاكهه. يعني هلا رح تقولي لي كانه قلت عن كل الاكل، بس هن هول بالتحديد. إيه هول اللي بنعتبرهم. إيه اوكي. هول بنعتبرهم الاطعمه اللي كتير هاي ريسك. هلا بس تكون الاطعمه قابله للفساد نحن بدنا نداريها، يعني بدنا ننتبه انه تكون عم تتحضر وعم تنحفظ بدرجه حراره مناسبه حتى ما نشجع تكاثر الجراثيم بهيدي الاطعمه، وبالتالي انه نتسبب بحالات تسمم او. طيب اذا بدنا نحكي براد وفريزر قد ايه المفروض تكون درجه البراد الحرارة؟ تمار لازم يكون ل 4.4 ديجريز 4.4. والفريزر لازم يكون ماينس 18 ماينس 18. صح. اوكي. طيب كثير درجه تحت. طيب على سيره الحراره ان كان بالفريزر او بالبراد، اذا طبخنا الظهر مثلا وخلينا الاكل برا لانه جوزي جاي الساعه 5، هيدا اكبر غلط يتغدى او يتعشى. هيدا اكبر غلط. هلا اللي كنت عم بقول لك اياه من شوي تمار، كنا كثير مهم انه ننتبه على درجه الحراره تبع الاكل. دائما الاكل لما يكون تحت الاربع درجات. أوكي. ما في مشكل، وبس يكون فوق ال 60 درجه ما في مشكل. المنطقه اللي هي بين الاربعه وال 60 درجه تسمى دينجر زون، يعني المنطقه الخطره اللي هون الجراثيم معرضين انه يتكاثروا فيها. إذا أمنا نحن للجراثيم الشروط الأساسية اللي هي الرطوبة والحرارة. نعم. والوقت، دونك نحن عم كأنه عم شجعها عم نقول لها تكاتروا ومرضونا. طيب يعني الروم تمبرتشر ما بتساعدنا أبدا؟ أبدا أبدا، هيدا أكبر غلط. في كثير ستات بيوت بيشيلوا اللحمة من قبل بنهار بيتركوها على المجلى لتاني نهار ليطبخوها تدوب. هيدا كارثة بشرية. يعني اللي لازم يصير نحن في عنا ثلاث طرق لحتى نداوي بالقصص. أوكي. المأكولات يعني اللي بننزلها من الفريزر إجمالا اللي بتكون اللحمة أو الدجاج. صح. أو حيلا شي فروزن يعني بننزلها على البراد قبل ب 24 ساعة. دونك بس على البراد اللي درجته أربع درجات، يعني من ماينس 18 ل 4 ديجريز. أو فينا نفتح حنفية مية الشرب ونتركها. مي يعني سخنة؟ لا لا، المي بدها تكون تقريبا 20 ديجريز. مية الشرب يعني عادية. صح. بس بدها تضل عم تتغير المي، يعني مش ننقعها بالمي، هيدا غلط. بدها تضل المي ما بنحطهم بالكيس بالمي السخنة؟ نو هيدا غلط. سوري بس ما حدا صار له شيء. ما نحن الاميونيتي كثير عالية. يعني. ما مزبوط شفتي شو حلو هيك مش. دونك هول الطرق اللي فينا نذوب فيهم الأكل. طيب من بعد ما نظهر هيدا الشيء الفروزن من البراد. وي. بعد قد ايه المفروض نبلش طبخ او قلي؟ بينطبخ دغري ما عندنا مشكل، بس هي من بعد ما تخلص الطبخه ونطفي على الطبخه. اوكي. انا رايي انه لازم بدل ما تكون هي الطنجره غميقه وكبيره بنقسمهم على يعني على اوزان صغير الاوزان، لنقول على صينيه بتساع كميه اقل، بنقسمهم كميات هيك بنسرع عمليه التبريد لانه هن بظرف 15 دقيقه لازم تكون
تكون بردت ونفوتها على البراد، سينو بتكون هيك معرضة انه يصير في عنا حالة تسمم او شيء. اللي بيصير اذا بقيت الاكل، يعني اذا كل اذا الطبخة عملناها كذا بورشن، يعني كل مين بورشن حطيناهم بشو اساسا بتفضلي نحطه؟ فيكم بتابروير او صينيه، بس صينيه تكون طويله ومش كثير يعني غميقه لحتى يبردوا. مزبوط. اوكي 15 دقيقه مفروض يكونوا بردوا، 15 دقيقه بيكونوا فتروا يعني، بنسكرهم وبنحطهم بالبراد، بس اكثر يعني 15 تو 20 مينتس مش اكثر من هيك. بس في شغله يعني مثل الكالي قلتي لي عنه انه تركت الطبخه لجوزك ليجي، دونك هيدي الطبخه اذا بقيت بهيدي الحراره ات روم تمبرتشر اقل من ساعتين، عندنا حلين أوكي. يا اما فينا نبردها نرجع نحطها بالبراد، او فينا ناكلها نستعملها دغري. اذا بقيت بين الساعتين والاربع ساعات مجبورين ناكلها دغري، اذا بقيت اكثر من اربع ساعات بنكبها. اوكي ايه اوكي لا اوكي طيب دونك هول كثير مهم انه نلتزم فيه. لا هول اكيد مفروض نعرف فيهم. صح. اذا البورشن يلي شلناها على جنب كبيره شوي وحطيناها يمكن هول الساعتين اللي حكيتي عنهم، مفروض نخليهم هيك على المجلى ولا مفروض نحطهم بالمايكروويف؟ ما بعرف كيف ممكن نخليهم على المجلى، بس انكفرد، ما لازم يكونوا مغطيين، والا بيعملوا الصح. مزبوط. هي بتكون سبب لتكاثر الجراثيم. طيب. يعني الجرثومه بتحب الرطوبه، بتحب الحراره، عرفتي؟ دونك اذا عملنا لها هون هي عم تتكاثر بهيدي الاجواء. الجرثومه بتحب تعذبنا، انا هيدا الشيء اللي اكتشفته. كل نص ساعة بتدوبل بالعدد، بتتكاثر بالدوبل، دونك تتشوفي بقد ايه وقت بسيط نحن فيها جرثومة وحدة، بكتيريا وحدة تتحول وتتكاثر. طيب إذا سخنا الأكل جوال، إن كان بالمايكروويف أو بالفرن أو وين ما كان، وبقي منه، هيدا الباقي شو بنعمل فيه؟ ممكن يرجع يتسخن عن اول وجديد من بعد ما كنا بردناه وناكله عن اول وجديد؟ اذا ممنوع يرجع يتسخن عن جديد، يعني الشغله اللي تتسخن مره، وخاصه هون عم نحكي عن الرز لانه كثير كريتيكال، دقيق يعني كرمال هيك ما بنسخن الطنجره كلها، بنسخن البورشنز اللي بدنا ناكلهم. انا هيدا الحل يعني لحتى نتفادى هيدي المشكله. غلط انه دائما نسخن الطنجره كلها كل ما واحد بده ياكل، بشيل البورشن تبعه بيسخنها ايذر بالفرن او بالمايكرويف او يعني بالطريقه اللي هو بفضل، بس المهم ما تكون، ودرجه التسخين بدها تكون تقريبا بدنا نوصل لل 74 درجه انترنال، يعني في الترمومتر الليزر، يعني المهم توصل لل 74، وكثير مهم انه نحرك نحن مثل وقت الطبخ يعني؟ صح. لا وقت التسخين، وقت تسخين الاكل. اي وقت الطبخ قد ايه المفروض تكون وقت الطبخ؟ بتختلف الاطعمه يعني كل طعام له درجه. صح مزبوط. يعني عم تحكي السمك تقريبا 68 ديجريز، عندك الدجاج 62، والحوميت بتوصل لل 72، يعني أوكي. في اختلاف بدرجات الحراره اكيد. ولازم كنت عم تقولي لي نحرك لازم يتحرك ايفنلي لحتى كل الاكل يكون عم ياخذ نفس الحراره، عم يتسخن بذات الوقت وبذات الحراره. اوكي طيب. اذا بقى لنا اكل وبدنا نحطه بالبراد من بعد ما مثل ما فسرتي لنا بردناه وغطيناه وكل شيء، قد ايه ممكن يضاين بالبراد؟ حسب الاطعمه ولا؟ حسب الاطعمه. هلا مطلق طبخه مطبوخه بتضاين ماكسيموم يعني عندك اب تو 4-5 دايز، مش اكثر من هيك. وفي قصص كريتيكال اوريدي تو ماتش يعني ما حدا رح ياكل ما هيك بس فينا. هيدي كمان نقطه كثير حلوه انه القصص اللي نحن بنشتريها على البيت قد ايه فيها تضاين. هون في عندنا مثل اي قصص يعني عندك مثلا يمكن تجيبي الخضره، فيك تجيبي اللحمه، المايونيز، قد ايه وقت اللي بضاينوا فيه. أوكي. هون بيكون في عندنا جدول يعني. أوكي. وقت تبريدهم بالبراد قد ايه وبالفريزر قد ايه. طيب يعني الخضره واضحه جوال مفروض يعني ما بنشوفها وقت بتبطل البندوره مثلا بتضاين 7 ايام. عندك القصص اللي كريتيكال اقل مثلا الخس يومين ثلاثه، الملفوف بضاين اب تو 7 دايز بالبراد. ذكر بس لما نحكي نحن هيدا الوقت عم نحكي من تاريخ استهلاكها، يعني لنقول المعلبات من تاريخ استهلاكها بضاينوا يومين بالبراد، لانه في كثير مواد حافظه دخلت لهم تحت يحافظوا عليها لفتره طويله. اوكي يعني المعيس، الشامبينيون، هول الاشياء المعلبات. صح مزبوط. من بعد ما ينفتحوا هيدي الفتره. طيب المايونيز اللي هو اساسا كريتيكال يعني من بعد ما ينفتح؟ من بعد ما ينفتح تقريبا بضاين 5 دايز، يعني عم بحكي اذا 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 استعملتيه بالاكله يعني إذا اوكي اذا فتحتي لا بدايه وانس فتحناه وخليناه عادي. اوكي عندك اب تو 1 مانث بالمايو بالبراد، بس عم تحكي يكون
يعني البراد تكون مرقلة جاي حرارته. أوكي. إذا بدنا نحكي عن اللحومات من بعد ما نطبخها قد ايه ممكن نطيب؟ اللحومات من بعد ما نطبخها هيدي شو الأكثر شي كريتيكال يعني هو السمك مفروض صح؟ ما يعني السمك عم ينقلها بالعكس أنا بلاقي إنه أون فوا يعني أكيد أكيد تعرض لحرارة مضبوطة غير ما تكون عم تطبخ اللحمة يمكن هي ما تكون أخذت كلها نفس الحرارة. في منهم أساسا بيحبوها حمراء من جوا فهيدا الشيء بتخيل إنه مش هالقد عم يأذي فاينلي. بدك تشوفي لأنه حتى هي اتس نوت هيلثي منه شيء صحي إنك تاخذيها كمان مش بيان كويت يعني. قد ايه فينا نخليهم بالفريزر جوال اذا بدنا نجيب اللحمه مثلا والدجاج وفيليات السمك ونحطهم بالفريزر قد ايه ممكن يضاين؟ يعني انا بعرف الدجاج بضاين 9 مانث صح؟ بضاينه عم بقول لك بضاينه يعني عندك اب تو الشرك اللي بيجيبوا كميات كثير كبيره المصانع وهيك يعني بضاينه عندك اب تو 7 8 مانث ما في مشكل فيهم بس هيدا بالفريزر يعني عم تحكي ماينس 18 ديجريز مزبوط. اذا انتقلوا للبراد اكيد بدها تختلف هون بتصير ماكسيموم اب تو 1 ويك. اوكي وشو هي الطريقه ما زال حكينا الخضره كيف مفروض نحطها بالبراد والاكل الباقي ومن بعد ما بردناه وهيك خلينا نحكي كمان بالنسبه للحوم بنحطهم بكياس ولا اللحوم انا لازم يكون اول شيء الدجاج اللي مش مطبوخ عم نحكي اللي بدنا نفرزه الدجاج لازم يكونوا بكيس بيرفوريت روي ما لازم يكون بكيس مسكر هذا اكبر غلطه ما بيعطي ريحه لكل لا لانه عم تحطيها انت بالفريزر صح هلا بالبراد بس تنقليها بتحطيها بتسكريها بشيء تبروير مسكرة مش مسكرة. أوكي. اللحوم كله بده يكون كفرد يعني أنا بالنسبة لي يكونوا محطوطين بعلبة ويكون أهم شيء تكون مسكرة مزبوط ما يكون لا عم يعني مش عم تاخد من ريحة القصص الباقية بالبراد. يعني هيدا الرول نمبر 1 هيدا أهم شيء بالبراد إنه كله يكون مغلف ومغطى بطريقة مزبوط. يعني وقت اللي بنحكي فريزر لأنه بنكون ياما بنكون حاطين خضرة معهم كمان جوال يعني في البازيلا في كلمة هيك لازم يكونوا مسكرين وإذا بالبراد بدنا نحكي بدنا نفصل يعني خلي الخضرة تكون بمحل يعني هو أساسا مفروض يكون في براد للخضار وللفواكه وبراد للحوم المنتجات الألبان والأجبان هلا بالمطاعم كل 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 ايتم بايتم له براده يعني البيض له براد اللحمه مثلا لها براده لها فريزر لها واساسا اذا تعمقنا شوي جوال البيض مفروض يكون على درجه حراره يمكن معينه واللحم كله مختلف صح. كل شيء مختلف مزبوط كله بيكون مختلف هلا البيض اذا انحط على 4 درجات ما في مشكل فيها بس هي ريكومنديشنز اذا بدك تمشي فيها مزبوط يعني بتختلف اب تو 7 ديجريز البيض على 7 درجات بالوقت اللي حراره البراد عندنا هي 4 ديجريز كرمال هيك بنحطها بباب البراد بدرفة باب البراد صحيح صح. بس ياما نحن بنشتري البيض جوال بالسوبر ماركت عادي ما بيكون بال سبب للتمار للانتوكسيكاسيون هيدا سبب لحالات التسمم لانه ما بتكون التمبرتشر مضبوطه بطريقه مضبوطه اذا نبلش من عندهم يعني نحن كتر خيرنا عم ننتبه قد ما فينا صح. طبعا طب اذا بدنا نحكي عن حالات التسمم اجمالا شو بعد في قلنا عن يعني كل المأكولات اللي ذكرناها نحن ما بعرف قد ايه بعد في ريسك نوصلن باي اشياء اكثر شيء هي دائما لما ما تنطبخ بطريقه يعني اذا كثير اهم شيء اللي دراسات اثبتته انه عمليه تبريد الطعام تصير بطريقه مضبوطه يعني هيدي سبب اساسي السبب الثاني لما نطبخ من قبل بنهار لتاني نهار يعني مثل ليتس سي فور اكزامبل الدايت سنترز او المطاعم اللي بيطبخوا الطبخه من قبل بنهار وبيقدموها تاني نهار هون كمان بتكون الاكل معرض بالسيركوي تبعه انه يصير في عندنا حالات اذا ما بردنا وما ضبيناهم مثل ما قلنا الاسباب الرئيسيه أوكي. غير هيك بصير بدك تجي يعني بدنا ندقق بقصص ثانيه رح اعطيكي بار اكزامبل بالمطاعم لنقول نحن في عندنا مثل سيركوي مثل طريق بده يمشي فيه الطعام انا وصيت على الاكل التاجر بده يسلمني اياه انا في شروط على اساسها بدي استلم من التاجر يعني التاجر الشاحن اللي عم بيوصل لي فيها الطلبيه اللي انا طلبتها بدها تكون نظيفه بدها تكون مبرده حسب الطعام اللي انا طالبته يعني يمكن اذا طالبه سمك ليتس سي فروزن مجلد بدي اياها تكون ماينس 18 ديجريز اذا كانت اقل ما بستلم منه دونك في بتمشي بشان بسيركوي السائق تبع الشاحنه بدنا نطلع في درايفر كمان طريقه هندامه بده يكون نظيف بده يكون كمان دقنه حلقه ما لازم يكون في شعر بالايدين لانه كمان بده ينزل هو الكونتينرز شكل السمكه نحن عم نستلمها بدها تكون خاليه من العيوب بدك تطلع عليها مزبوط دونك هولي قصص كثير بندقق فيهم كمان استلام الخضار
استلام الفواكه، كل هول القصص بتطبقوا كل وحده حسب المعايير تبعها. يعني الخضار لازم تكون طازه، لازم بيكون في شروط عم تنحط على التاجر، وفي مسؤوليه بتقع على عاتق المطعم او الشخص اللي عم يشتري، لانه اذا لنقول التاجر عم ببيع بس ما انت مش عم بتشوف او مثلا شو عم تستلم كنوعيه اكل. دونك هول قصص كثير مهم انه يدقق عليهم. ومهم انه صاحب لنقول بالمطبخ الشخص المسؤول عن استلام هيدا يامن استلام البضاعه بوقت ما يكون بيك اورز، يعني ما يكونوا طبعاً بالمطبخ مع يكون عندهم وقت يحطوا كل شيء شنو كله بيحطوه فوق بعض، وبتلاقي انه هون صارت مشكله البرادات وحراره البرادات. مزبوط. انت وين عايشه جوا؟ رح خبرك، يعني رح اعطيك اكزامبل في كثير قصص، يعني هول من القصص اللي بتصير معنا نحن عم نفتش على المطابخ. بتعملي مثل تيست للشيف تتشوفي انه قد ايه بيلتزم، بدك يعني تنكزيه اذا صح. بقول له مثلا انا شايف شو قولك من الحيطه ظابطين، بيمسك بيدوق هو. بقول له انا ما حسيت عجبه، بيرجع بنفس الملعقه بده يحطها وبيجي بخبط. دونك في قصص يعني هن البيزكس هول كثير مهمين، انه نغسل ايدينا، نعرف انه ممنوع مثلا نحط ايدنا بالطبخه لنشوف اذا سخنت او لا، طب ما ايدنا أكيد. كلها جراثيم اكيد. يعني في قصص فينا ندوق ونكب الملعقه او نستعمل غيرها. لا مش فينا، مفروض مش فينا يعني ما عيدة ما طبعا صح مزبوط. اذا بدنا نحكي شويه تيبس وهنتس مثل ما انت معودتينا، شو بدنا نقول اهم الاشياء؟ شو بدنا نقول لهم؟ بدنا نقول لهم انه النظافه الشخصيه هي اهم شيء. ما حكينا عن الشعر هلا، حكينا اخر شيء يمكن بالنسبه للدرايفر وهيك، بس عن ستات البيوت ايه قولي ايه قولي يلا. ما بعرف قد ايه رح تعجبي. الشعر اهم شيء انه يكون مغطى، يعني اذا فينا نحط هير نت بالمطبخ غطاء للشعر بيكون كثير منيح. لانه مكمل مش حنتصور نحن بالمطبخ، بس انه ايه يمكن امن شيء مفضل. صحيح. وللشباب لانه هن اغلبيه الشباب اللي بيشتغلوا بمجال تحضير الأغذية، لازم الدقن يكونوا حالقينه، لازم اكيد الهيرنات يحطوها. وفي مشكله بنواجهها مع الشباب بما يختص بشعر الايدين. اللي هو اساسا وعم نحكي باليو اس اي they have to shave، بيشيلوا شعر الايدين لهون لانه عم يتعاملوا. فيهم يلبسوا طويل كمان، وسينو بيلبسوا طويل وجان بيسكر اذا ما قبلوا، لانه المنتال يعني حسب المنتاليتي تبع الشخص. دونك بس بالحالتين ممنوع يكون ظاهر الشعر تنتفادى سقوط الشعر يعني بالاكل. أكيد. وفي سبراي للشعر خاص يعني اللي بيشتغلوا بهيدي المصلحه بدومين الطبخ وبالمطاعم بيمنع تساقط الشعر. دونك هي شغله كمان منيحه. اكيد ليش لا. طب هلا بدايه الصيفيه عندنا شيء كمان بدنا نقوله بالنسبه للاطعمه، يمكن نخفف شوي، ما بعرف قد ايه بتوافقيني الراي، ببطل فينا ناكل اكل بيت بالصيفيه، وبنصير هيك سالدز اكثر، كوكتيلات يمكن اكثر، وبنصير فاست فود اكثر، مع انه هي اتقل بس بنحسها هيك لانه بتكون بارده يمكن هلا شوي. هي الصيفيه الواحد بيستفيد، يعني عم تروحي على البحر وعم تظهري وعم تتعرضي، انه عرفتي الجو كثير هيك بيساعد بيغريك. ايه مزبوط. قد ما فينا بدل ما ناكل بوزه كريم ناكل بوزه ثلج، نحن ما عم نقول ما ناكل بوزه، بس في البوزه الثلج الدايت بتقطع كل ثلاثه قد حصه فواكه سافا بيقطعوا. هلا منهم اكيد مش هي زيتها، بس انه سافا على القليله ما بنحرم حالنا طبعا. صح مزبوط. السلادات منهم غلط، تمر دائما انا بركز عليهم، يعني للمرضى بقول لهم انه إذا ما أخذنا الطبخ كطبخ فيكم تاخدوها ساندويتش مع خضرة مع بروتين، أو فينا ناخدها سلات كومبوزي مشكلة يعني فيها بروتين ونشويات. مزبوط. مش غلط يعني نتناولها تكون باردة. صح. بس يكون فيها يكون كل الأشياء اللي مكونات صحية. صحية اللي هن البروتين، بننقي مصدر تون، بيض مثلا، أجبان أو حيلا شيء. دونك هول بالعكس بتكون غذاء صحي. هلا الجوسز كثير صحية ومهمين، بس هون أنا شخصيا بشجع عصير الخضار، يعني اللي هو برا كثير بيعتمدوا عليه، بس بلبنان ما عندنا، او عاده بالدول العربيه ما عندنا هيدا الكونسيبت انه صحيح حكينا عنه اخر مره يمكن جوال، يعني عن جد مش هالشيء طيب ابدا. هو طيب اذا الميكستشرز انعملوا مزبوطين، يعني عم تخلطي الكاروت، عم تخلطي انواع خضار الجزر. طيب ما هيك
هلا مش مثل كوكتيل يعني، بس انه طبعا تسلسي يعني، عم نحكي كالوري وايز، عم تحكي عم بتدخلي على جسمك يعني انت وعم يعني حتى عم نحكي بالنسبه للبشره مش يعني بس يعني ضعف، وخاصه بالصيفيه يعني معرضه انت اكثر لحالات جفاف، يعني اذا ما كنت عم تشربي مي منيح كانه المي عم تخسريها من جسمك، دونك انت بحاجه كمان انه نعوض باشياء ثانيه اكيد, أكيد. خلال وطبعا بعده الفريش جوس ممكن يقطع والسوائل شاي اخضر ينسون زهورات حتى بالصيفيه مفعولهم هو بيتقطع. هو يعني خذ الايس تي مثلا بتقطع فيك يعني في عندي كذا اوبشن فيك الايس تي مش مثل المشروبات الغازيه دايت دايت طيب كتر خيرك بسطنا فيك ميرسي على كل هالتعليمات عن جد جوال، يعني اذا كل ست بيت او كل شيف مين ما كان يكون وين ما كان مشي على كل شيء قلتي لنا عنه بتكون الدنيا بألف خير. نحن نشكرك وبنرجع بنلتقى فيكي قريبا ان الله راد. اهلا وسهلا فيكي اختصاصيه التغذيه جوال فرحه.